السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول المتوسط. درسنا لهذه الساعة Extra Activities للوحدة السادسة، النشاطات الإضافية للوحدة السادسة، وهذه تجدوها على صفحة 82 83 84 page 82 83 84. تمرين أي صفحة 82 من كتاب النشاط Which was go together؟ أي الكلمات تتطابق معا؟ Choose the correct words from the box. اختر الكلمات الصحيحة من الصندوق. And write them in the spaces below. واكتبهم في الفراغات أدناه. أعزائي، مجموعة من الكلمات في صندوق و كلمات تأتي معها. المطلوب وضع الكلمات التي تأتي مع الكلمات هذه أو وضع الكلمات المطابقة في الفراغ. الكلمات التي في الصندوق هي مجازين، مجلة، بوست كارد، بطاقة بريدية، كاميرا معروفة، نيل يركع، ايربورت مطار، ليك بحيرة. نمبر 1، فوتوغرافز صور. فوتوغرافز ترتبط بمن؟ بالكاميرا، فنضع كاميرا. نمبر 2، بلين الطائرة ترتبط بمن؟ بايربورت المطار، نكتب ايربورت مع بلين. 3، ادفرتايز اعلان او يعلن تتطابق مع مجازين، الإعلان في مجلة، نكتب مجازين مقابل advertise. نمبر 4، بوت قارب يتطابق مع كلمة ليك، نكتب ليك مع بوت، قارب بحيرة. نمبر 5، holiday تتطابق مع post card، البطاقة البريدية أغلب الأحيان ترتبط بالعطلة، نكتب postcard مقابل holiday. نمبر 6، sit الجلوس، kneel يركع، تتطابق كلمة kneel مع sit، فنكتب kneel مع sit في تسلسل رقم 6. تمرين سي صفحة 82 في كتاب النشاط، Exercise C page 82 activity book. Find the odd one out. Circle the wall. أعزائي، في كل فقرة هناك أربع كلمات، توجد كلمة غريبة بين هذه الأربع كلمات. عليك تأشير الكلمة الغريبة، وضع دائرة أو تأشير الكلمة الغريبة. نمبر 1، أنكل عم، براذر أخ، فريند صديق، سيستر أخت. إذا لاحظ أعزائي، جميع هذه الكلمات الثلاثة تدل على صلة قرابة، بينما كلمة فريند تدل على صداقة. كلمة فريند تختلف عن هذه الكلمات الثلاثة. نمبر 2، جاكيت معطف أو سترة، جلاسز نظارات، تي شيرت معروف، كيمونو الثياب التقليدية اليابانية. نلاحظ أعزائي أن كلمة جلاسز هي الكلمة الغريبة بين ثلاثة كلمات تنتمي إلى القماش، بينما هذه تنتمي إلى الزجاج. جاكيت، تي شيرت، كيمونو تصنع من القماش، جلاسز تصنع من الزجاج، فهي الكلمة الغريبة. نمبر 3، بوك كتاب، كوبي بوك دفتر، مجازين مجلة، راديو جهاز الراديو أو المذياع. نلاحظ أعزائي أن هذه الكلمات الثلاثة تنتمي لأشياء تصنع من الورق، بينما كلمة راديو هي كلمة الغريبة. نمبر 4، سنو ثلج، ماونتين
جبل، ليك، بحيرة، ريفر، نهر. هذه الثلاث كلمات تدل على الجغرافيا، بينما كلمة سنو هي الغريبة تدل على الثلج. نمبر 5، تاون، مدينة، فيليج، قرية، بيتش، ساحل، سيتي، مقاطعة أو مدينة. الكلمات الثلاثة تاون، فيليج، سيتي تدل على مدن، بينما بيتش ساحل. الساحل يختلف يابسة وماء، بينما هذه كلها يابسة. نمبر 6، نايف، سكين، كب، كوب، فورك، شوكة، سبون، ملعقة. لاحظ أعزائي هذه كلها أدوات الأكل، بينما كب يختلف عنها، لذلك الكلمة الغريبة هي كلمة كب. Exercise D page 83 activity book، تمرين D صفحة 83 من كتاب النشاط. Complete the sentences with the correct words، أكمل الجمل بالكلمات الصحيحة. Chopsticks، إيدان تستخدم للأكل في الصين واليابان. Uncle، عم. Arrivals Hall، قاعة الوصول. Postcard، بطاقة بريدية. Kimono، اللباس التقليدي الياباني. و Plump، ممتلئ، سمين قليلا. هذه فراغات، المفروض أن نكتب الكلمات المناسبة في الفراغات. Number 1، We meet people coming off a plane in the arrivals hall، التقينا بأشخاص خارجين من الطائرة في قاعة الوصول. نختار كلمة قاعة الوصول المناسبة للجملة. Number 2، Some Japanese women، بعض النساء اليابانيات. Wear، ترتدي. A traditional Japanese dress، زي أو ثوب ياباني فولكلوري. Called a kimono، يدعى الكيمونو. نختار كلمة كيمونو المناسبة للجملة الثانية. Number 3، If somebody is a bit fat، إذا شخص ما سمين قليلا. It is nicer to say، من الألطف أن نقول. He is، نختار كلمة plump، ممتلئ، هو ممتلئ. Number 4، People eat with، الناس يأكلون باستخدام chopsticks، العيدان في اليابان. الناس يأكلون باستخدام الأعواد في اليابان، فنختار كلمة chopsticks. Number 5، A postcard usually has a picture and a stamp on it، البطاقة البريدية دائما فيها صورة وطابع ملصق عليها. Postcard هي الكلمة المناسبة. 6، My uncle، عمي، is my father's or my mother's brother، عمي أو خالي هو أخو أبي أو أخو أمي. كلمة أنكل هي الكلمة المناسبة، أنكل أما عم أو خال. نذهب إلى تمرين E صفحة 83 من كتاب النشاط. Exercise E page 83 activity book، Join these sentences together، اربط هذه الجمل معا. Using suitable link words، مستخدما كلمات ربط مناسبة or phrases أو عبارات. You may have to leave out some words، ربما يجب عليك أن تترك بعض الكلمات. In the second sentence، في الجملة الثانية. Number 1، I'd like to go to the football match، أرغب أن أذهب إلى مباراة كرة القدم. إلى هنا انتهت الجملة الأولى. I'm too tired، أنا جدا متعب. انتهت الجملة الثانية. أعزائي المطلوب ربط هذه الجملتين بجملة واحدة باستخدام أداة الربط، يعني نرفع
نقطة ونكتب كلمة ربط مكانها. هنا الجملتين متناقضة، أريد أن أذهب وأنا متعب، فلربط جملتين متناقضة نستخدم كلمة but. نلاحظ الحل: I'd like to go to the football match، أرغب أن أذهب إلى مباراة كرة القدم، but I'm too tired، لكن أنا متعب جدا. رفعنا النقطة، الآن ربطنا الجملتين معا، أصبحا جملة مركبة واحدة. نمبر 2، راشد was very happy، راشد كان سعيد جدا. إلى هنا انتهت الجملة الأولى. He found a pen friend in France، وجد صديق بالمراسلة في فرنسا. الآن جملتين منفصلة واحدة عن الأخرى. راشد كان سعيد جدا، يجب أن نعطي سببا لكون راشد سعيد، فالربط بكلمة because معناها بسبب أو لأنه هو الربط المناسب. نرفع النقطة ونكتب كلمة because ونكمل الجملة لنرى الحل: راشد is very happy، راشد يكون سعيد جدا because he found a pen friend in France، لأنه وجد صديق بالمراسلة في فرنسا. Number 3، vegetarians eat rice and fish، النباتيين يأكلون الرز والسمك. They eat eggs، يأكلون البيض. Fruit and vegetables too، الفاكهة والخضار أيضا. هذه جملتين منفصلة، نحتاج إلى الربط. الملاحظ في هذه الجملتين أنه هناك إضافة، يعني النباتيين أشخاص لا يتناولون اللحم، يأكلون الرز السمك، بالإضافة إلى ذلك يأكلون البيض والفاكهة والخضار. يعني عندنا كلمات إضافية أو معلومات إضافية، فنستخدم الأداة as well as، هذه تستخدم للإضافة، مع ملاحظة as well as يعني بالإضافة إلى، مع ملاحظة أننا لسنا بحاجة لأن نعيد الفاعل والفعل، إحنا بحاجة إلى إضافة فقط المواد اللي يتناولها النباتيين. يعني بعد أداة الربط نستخدم فقط المواد التي يتناولها النباتيين، نترك الفاعل والفعل، نحذفهم. تصبح الجملة: vegetarians، النباتيين، eat rice and fish، يأكلون الرز والسمك، as well as بالإضافة إلى eggs، البيض، fruit، الفاكهة، and vegetables too، والخضار أيضا. Number 4، she won't talk to me، هي سوف لن تتحدث معي. انتهت الجملة الأولى. She won't phone me، هي سوف لن تتصل بي بالهاتف. أيضا انتهت الجملة الثانية. هنا عندنا اختيارين: هي سوف لن تتحدث معي أو لن تتحدث معي بالهاتف. فإذا كلمة or معناها أو هي الكلمة المناسبة. نكتب الجملة الأولى: she won't talk to me، هي سوف لن تتحدث معي، or أو phone me أو تخابرني، تتصل بي بالهاتف. إذن لا حاجة أن نعيد كلمة she won't مرة أخرى، لأنه هذه متصلة بهذه phone me متصلة بالفاعل والفعل نفسهم. تمرين F،
صفحة 84 من كتاب النشاط، قطعة كتاب مهمة جدا وعليها أسئلة أيضا مهمة للإجابة. تمرين A: Read and answer the questions. اقرأ وأجب الأسئلة. Write short answers. اكتب إجابات قصيرة. آمال has a pen friend called Kate. آمال لديها صديقة بالمراسلة تدعى كيت. Kate lives in Washington. Kate تعيش في واشنطن. The capital city of America. المدينة العاصمة لأمريكا. Last month, الشهر الماضي, she visited آمال and her family. زارت آمال وعائلتها. آمال, her mother and her young sister were at Baghdad Airport. آمال أمها وأختها الأصغر كانت في مطار بغداد. To meet Kate, لتلتقي بكيت. آمال's father, أم آمال, was not there, لم تكن هناك. Because he was working, لأنه كان في العمل. They drove to آمال's house, استقلوا السيارة إلى بيت آمال. آمال and her mother cooked an evening meal. ووالدة آمال طبخت وجبة عشاء. They cooked rice. طبخوا الرز, fish, السمك, and vegetables, والخضار. They did not cook any meat. لم يطبخوا أي نوع من اللحم. Because Kate is a vegetarian. لأنه كيت نباتية لا تتناول اللحوم. That means she does not eat meat. هذا يعني إنها لا تأكل اللحم. Kate's pastimes are taking photographs and collecting pictures of birds. تسلية كيت في التقاط الصور وجمع صور الطيور. The next day, اليوم التالي, Friday, الجمعة, آمال's father took the two girls out in his car. اصطحبهم والد آمال, اصطحبهم, أخذهم, أخذ الفتاتين للخارج في سيارته. Looking for birds, بحثا عن الطيور. Kate was very happy because she got lots of photographs. كيت كانت جدا سعيدة لأنها حصلت على صور للطيور. That live in Iraq, التي تعيش في العراق. But don't live in America, لكنها لا تعيش في أمريكا. آمال took Kate to زوراء بارك. آمال أخذت كيت إلى حديقة الزوراء أو منتزه الزوراء. And to the National Museum, وإلى المتحف الوطني. كيت really liked the museum. كيت فعلا أحبت المتحف. In particular, she liked the old jewelry and the statues. بالخصوص هي أحبت المجوهرات القديمة والتماثيل. She took photographs of them. التقطت صور لهم. Of course, بالطبع. Kate had a wonderful time in Iraq. Kate حظت بوقت جميل جدا مدهش في العراق. She came to Iraq for 2 weeks. جاءت للعراق لمدة أسبوعين. But she stayed for 3 weeks. لكنها بقيت لثلاثة أسابيع. Next year, العام القادم, آمال and her mother, آمال ووالدتها, will visit Kate's family. ستزور عائلة كيت في أمريكا. آمال is very excited about this. آمال تشعر بالإثارة بخصوص ذلك. بعض الكلمات المهمة أعزائي, vocabulary, meet يقابل, airport مطار, arrive يصل, place مكان, travel يسافر. هنا أسئلة مهمة حول القطعة. السؤال الأول: What nationality is Kate? لأي القوميات أو الجنسيات تتبع كيت؟ American.
هي أمريكية. Number two, how many people met Kate at the airport؟ كم عدد الذين استقبلوا كيت في المطار؟ Number three, why didn't Amal's father go to the airport؟ لماذا لم يذهب والد آمال إلى المطار؟ He was walking. الجواب هو كان في العمل. Number 4, what month did Kate arrive in Iraq؟ في أي شهر وصلت كيت إلى العراق؟ Last month، الشهر الماضي. Number 5, why didn't they have meat for dinner؟ لماذا لم يتناولوا اللحم على العشاء؟ الجواب because Kate doesn't eat meat، لأنه كيت لا تأكل اللحم. Number 6, what were Amal's father, Amal and Kate looking for؟ عن ماذا كان يبحث والد آمال وآمال وكيت؟ كانوا يبحثون عن birds، الطيور. الجواب birds، الطيور. Number 7, which place in Iraq did Kate really like؟ أي مكان في العراق أحبته كيت حقا؟ الجواب the museum، المتحف. Number 8, what did she photograph؟ ما هي الصور التي التقطتها كيت؟ The birds، الطيور. Old jewelry، المجوهرات القديمة. And the statues، والنصب أو التماثيل. Number 9, how long did Kate stay in Iraq؟ كيت كم مكثت في العراق؟ الجواب 3 weeks. نعتذر عن هذا الخطأ، ليست month إنما 3 weeks، 3 أسابيع. Number 10, who will travel to America with Amal؟ من سيسافر مع آمال إلى الولايات المتحدة؟ Her mother، أمها. إلى هنا أعزائي انتهى درس النشاطات الإضافية للوحدة السادسة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، نلتقيكم في محاضرات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.